السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم دكتور عمر من برنامج الصيدلي. حلقتنا النهاردة عن مكمل غذائي مهم جدا 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 في تحسين النوم. المفاجأة النهاردة ان احنا هنقدم فوائد تانية للجسم غير انه بيحسن النوم. حلقتنا النهاردة عن الميلاتونين، يلا بينا. الميلاتونين او هرمون النوم، الميلاتونين هو عبارة عن هرمون مصنع من مادة تسمى التريبتوفان. الميلاتونين بيتم تصنيعه في الغدة الصنوبرية وبيتواجد بكثرة في الجهاز الهضمي. يحتوي الجهاز الهضمي على 400 ضعف الميلاتونين اللي موجود في الغدة الصنوبرية. الميلاتونين بيتم إفرازه في فترات معينة، وأعلى فترة بيتم فيها إفراز الميلاتونين بتكون في فترة الليل، وخصوصا في الظلام، بمعنى إن الظلمة بتزود إفراز الميلاتونين فبالتالي تحسن جودة النوم. هرمون النوم اللي هو الميلاتونين مهم جدا طبعا في تحسين جودة النوم، بس هو ليه أهمية تانية مهمة جدا في الجسم، وهي إنه بيساهم بشكل كبير في علاج الصداع النصفي. تعالوا نشوف ازاي هرمون الميلاتونين بيشتغل على تحسين جودة النوم. هرمون الميلاتونين بيشتغل في الجسم عن طريق 3 حاجات. اول حاجة انه بيحسن جودة النوم، بيحسن معدل ساعات النوم، وفي نفس الوقت بيحسن الفترات اللي باخدها عشان انام، يعني بيسهل عملية النوم. فوائد الميلاتونين، اول حاجة هو غير انه بيحسن جودة النوم، الميلاتونين كمان بيشتغل على المساهمة في علاج الصداع النصفي، وتالت حاجة الميلاتونين بيعالج او بيساهم في علاج مرض مهم جدا اسمه النوم اثناء العمل او الجيت لاج. رابع حاجة واخيرا هو ان الميلاتونين بيلي دور كبير جدا في الوقاية من بعض الامراض العصبية زي مرض الزهايمر. عشان ابدأ اخد الميلاتونين لازم احط في اعتباري 3 حاجات. اول حاجة نوع الميلاتونين اللي انا هاخده، وتاني حاجة هو تركيز الميلاتونين، وتالت حاجة واهم حاجة هو توقيت اخد الميلاتونين. طبعا افضل توقيت لاخد الميلاتونين هو بيكون بالليل او قبل النوم بنص ساعة. وبالنسبة للتركيز والنوع دي ممكن تستشير طبيبك فيها يحدد لك الجرعة المناسبة ليك. لازم نحط في اعتبارنا ان الميلاتونين بيتأثر بحاجتين مهمين جدا، وهما الاضاءة الضوء والعمر. كل ما تقدم العمر كل ما قل الميلاتونين في الجسم، وكل ما زادت الاضاءة كل ما برضو قل الميلاتونين في الجسم. كل تمنياتي لكم بالصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله.